وللحديث عن الانتهاكات المستمرة ضد الإيغور المسلمين والفشل باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الصين بسبب قمعها أو قمعهم، معنا من إسطنبول مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية السيد عبد الوارث عبد الخالق. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير. عام يمر على صدور التقرير الأممي المهم حول الإيغور المسلمين وتأكيد الجرائم الصينية بحقهم، لماذا فشلت الأمم المتحدة بتوفير حماية لمسلمي الإيغور؟ حقيقة التقرير التي صدرت السنة الماضية في شهر أغسطس 2022 كانت متأخرة جدا. هناك بعض الدول الأوروبية كانوا يطالبون هذا التقرير أن يطلع مبكر حينما بدأت الصين المعسكرات النازية، ولكن تأخرت بسبب أن الصين كانت تضغط على منظمة العفو الدولية سواء من الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي. وقبل أن استقالت المفوضية رئيسة المفوضية أعلن التقرير واستقالت من وظيفتها، فكان هناك توصيات في التقرير وكما ذكرتم في التقرير على أساس أنها قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، رغم أن ما تحدث في داخل تركستان هي الإبادة الجماعية بمعنى الكلمة. ولكن بعد صدور التقرير هناك توصيات لتحرك الدولي ضد الصين، ولكن لا يوجد يعني ما حصل أي شيء ضد الصين من قبل المنظمات الحقوقية، المنظمة الأمم المتحدة وغيرها من الدول. مجرد اكتفت بإصدار التقرير فقط بالذكرى السنوية الأولى للتقرير، فمن جديد ذكرت المفوضية الأمم المتحدة وغيرها من الدول على أساس يأخذ الأمر بالجدية، لأن المفوضية للأمم المتحدة رفضت في سنة 2022 في مجلس الأمن هذا الموضوع، مناقشة التقرير رفض أعضاء المفوضية. نعم. فبعد ذكرى سنوية من جديد يعني تذكرنا التقرير بما تحصل في داخل تركستان الشرقية، ولكن لا يوجد أي شيء في الميدان يذكر تجاه القضية التي في داخل تركستان الشرقية. نعم. لماذا تغيب يعني مواقف الدول والدوافع الأخلاقية وتتغاضى عن المطالبة بوقف هذه الجرائم أو الانتهاكات بحق المسلمين؟ هناك كثير من دول العالم لا تفعل ذلك وحتى بعض الدول الإسلامية، لماذا باعتقادك؟ والله حقيقة بالنسبة للمنظمات الحقوقية رسمية أو غير رسمية، الصين تتحكم فيها سواء كان مباشرة أو غير مباشر عبر الاقتصاد ومن هذا القبيل. وأما بالنسبة للحكومات الرسمية بالنسبة للدول غربية بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا تقريبا 11 أو 12 دول أوروبية أصدرت تقريرا أن ما تجري في داخل تركستان هي الإبادة الجماعية، تم أخذ القرار في البرلمان ولكن القرار يعني ليست قرار ملزمة، يعني تقوم عبرها إجراءات الرسمية في الميدان، هي مجرد القرارات في البرلمان ولكن غير ملزمة، فلذلك ما تستطيع الدول أن تفعل شيء، إما مقاطعة البضائع الصينية أو قطع العلاقة التجارية أو قطع العلاقة الدبلوماسية من هذا القبيل، ليس الملزمة هذه القرارات. وأما بالنسبة للدول العربية كما نعلم أن كثير من الحكومات الدول العربية والإسلامية لديها علاقات مباشرة مع الصين، علاقات تجارية، علاقات سياسية، علاقات أمنية، خاصة بعد أن رأوا ما حصل من الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، بدأ يميلون إلى الصين بدل الغرب، يميلون إلى الشرق لأن الجانب الحكومي بهذا يمشي بهذا المستوى، وأما الجانب الشعبي أيضا، الجانب الإعلامي أيضا، الجانب السياسي أيضا، المنظمات المستقلة في الدول العربية أيضا لم نرى فيه تحرك تجاه القضية. نعم. هل يمكن التعويل على الإعلان الأمريكي بتأكيد أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المسلمين في الصين ترتقي إلى
مستوى الإبادة الجماعية أم أنه جزء من الصراع الأمريكي الصيني؟ لأن أمريكا كمان يعني أيضا هي ارتكبت كثير من الجرائم والإبادة الجماعية في العالم. طبعا أخي الكريم، نحن نرحب بأي قرارات سواء كان غربية أو شرقية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تستخدم كورقة الضغط قضية تركستان الشرقية على الصين، فلذلك تمشي على حسب خطتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولو يعني ترفع إلى كجرائم ضد الإنسانية تقرير المفوضية أو غيرها من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تحصل شيئا تغيير في الميدان. الصين تفعل ما يريد، الصين لا تبالي بهذا التقرير ولا ذاك، فيحاول الصين أن تدافع عن نفسها يعني دبلوماسيا في العالم، والجانب آخر تحاول أن تصور يعني تجمد صورتها أمام العالم العربي والإسلامي عبر الوسائل الإعلامية يعني بمبالغ ضخمة تصرفها الصين. فلذلك يعني لا نرى شيئا ملموسا في الواقع ولو ترتفع هذه كجرائم ضد الإنسانية في التقرير أو في هذه القرارات. تحدثت عن العالم العربي والإسلامي، ولا شك أن المصلحة الاقتصادية تطغى على الموقف في القيم الأخلاقي مع الأسف لدى بعض الدول، وهذا واقع مجري، واقع يعني صعب، لكن هل تتوقع أن تتحرك هذه الدول أو إمكانية الضغط عليها من خلال بعض المؤسسات؟ والله بالنسبة للدول العربية لا أعتقد أنه يتم التحرك المؤسسات في الدول العربية يعني، لأنه الصين خلال السنوات الماضية خلال سنتين ثلاث سنوات هناك خطة ترتب الصين إلى داخل تركستان زيارات يعني وفد من الدول العربية سواء كان رسمية أو غير رسمية. قبل أسبوعين تقريبا كان هناك من منظمة مؤتمر إسلامي كان وفد إلى داخل تركستان الشرقية، وقبلها من مؤسسة الإسلامية في الإمارات، وقبلها من مصر، وقبلها كثير من المنظمات الإسلامية التي تدعي أنها منظمات إسلامية، فتذهب إلى الصين على حسب ترتيب الصين يشوف الوضع في تركستان التي مرتبة مسبقا الصين. فلذلك أخي يعني هناك لخبطة في الموضوع، هناك لخبطة في الموضوع. كشعب العربي والإسلامي هناك يعني يعرف الحقيقة ما يجري في داخل تركستان الشرقية، ولكن كحكومات وكمؤسسات التي تتعاون مع الصين وتقوم بزيارة إلى داخل تركستان الشرقية عبر دعوة الصين لديها تأثير في الدول العربية والإسلامية على أساس أن لا يوجد هناك أي شيء، وبعدين تقول أن قضية تركستان هي قضية داخلية ليس لنا دخل في الموضوع. مثل هذا القبيل بدأ هنا وهناك أن يطلع في الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية مع الأسف الشديد، فيعني يحصل هذه الأشياء. ولكن كثير من الشعوب التي يعرف الحقيقة فهم يحاولون أن يفعلوا شيء، ولكن يعني الله المستعان. شكرا لك الأستاذ عبد الوارث عبد الخالق مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية، كنت معنا من اسطنبول.